يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل يصلي الفجر يوم الجمعة في الجامع ثم يحجز مكانا ويخرج، وبعد عدة ساعات يرجع إلى هذا المكان الذي حجزه، هل يجوز له هذا؟ لا، هذا ما يجوز. ما يحجز المكان في المسجد إلا إذا كان يبي يجلس في ناحية المسجد، أو يبي يخرج يتوضأ أو لحاجة خفيفة ويرجع قريبا، أما يروح وقت طويل فلا يحجز المكان عن الناس اللي يدخلون المسجد قبله. نعم.